فيكم شيء؟ والله فينا شيء. صاير شيء؟ أقصد يعني هاليومين أحد فيكم حس بشيء؟ أحد فيكم شايف شيء، سامع شيء؟ يعني كلش ماكو شيء؟ طيب ليش تحس الديرة كأنه صاير فيها شيء؟ ولما تطالع تلقى بوسط عيون العالم 100 شيء، ومسك لك أي واحد وسأل يقول لك لا لا ماكو شيء. طيب ماشي ليش معصب؟ يقول لك يا أخي ماكو شيء، يمكن صدق ما عنده شيء. وأنا قلت من الأول ماكو شيء. طيب دائما ماكو شيء خلونا بس ودنا نسولف، يعني نسولف بأي شيء، وما ودنا أن نزعل أحد أو نمس أحد في شيء، نتوكل بالله سبحانه ويحمي الله من أي شيء. في ناس تعيش ودها بشيء، وناس تموت تحصل شيء، وناس يدلها الوقت وتصبر وبالآخر ما تلقى شيء، وناس الشيء تدفع أي شيء، وناس الشيء تبيع أي شيء، وناس تحب تدوس الناس، ناس تموت بظلم الناس، وناس تنام بحلم صغير صغير وتصحى وما تلقى شيء. وفي واحد يعطي لك شيء وهو محتاج لهالشيء، واحد ياخذ منك شيء وهو عنده 100 شيء، واحد واطي لكن واصل، واحد منصب لكن فاصل، واحد اسمه هيبة ومركز وهو ما يسوى له شيء. للحين احنا قلنا شيء؟ اقصد خربطنا او شيء؟ يعني نكمل ماكو شيء. يقول لك بالديرة شيء صاير سعره 100 وشيء، والشيء متروس بهالديرة وباعه ما شفنا شيء. أقصد يعني شو اللي تغير لما سعر الشيء تغير؟ أنتوا شفتوا تغير شيء؟ الشوارع نفس الشيء، والملاعب نفس الشيء، تمشي تلقى الشارع زحمة وتحس إنه ناقص شيء، والمستشفى تروح بشيء تطلع عندك 100 شيء، والمدارس ترس الديرة لكن ما فيها أي شيء، الصيف يقطعون الماي، نحن نتسبح ماكو ماي، ونص الديرة كذي تطفي، لا ليتات لا وحدات، ونعطي العالم مليارات والديرة ما فيها شيء. ولا يمكن أهم الصح وإحنا اللي ما نفهم شيء، يعني معقولة مليون ما حد قادر يفهم شيء، وآخر شيء حتى اللي يفهم يطلع مو فاهم أي شيء. أنت إيش رأيك صاير شيء؟ أنا من أول ما شفتك وأنا قايل عندك شيء، بس تبي رأيي خلك مثلي وسو نفسك مو فاهم شيء، واللي يسألك قول له يا أخي فكني ما أدري عن شيء، ولا قول له ماكو شيء ماكو شيء ماكو شيء. هو ماكو شيء ماكو شيء قصيدتك شيء.